محتاجين طماطم وخيار وفلفل وبصل اخضر وكرنب احمر ونعناع وبقدونس وخبز محمص وزيت زيتون، وعندنا كمان مع زيت الزيتون دبس رمان وليمون وسماء وملح. تمام، تعالوا بقى ايه واحده واحده كده هنبدا ان احنا نمكس كل الكلام ده مع بعض. محتاجين حاجه كبيره نمكس فيها اسلام. شكرا. هنبدا بقى ايه نمكس كده كله مع بعض. كرنب الاحمر طبعا، لو في فجل كمان بيبقى تحفه. انا هقطع مقطعه كله كده مكعبات زي ما انتم شايفين. برضو خيار، طماطم مكعبات، فلفل اخضر، بصل، ممكن فلفل الوان برضو لو حابين، بصل اخضر، شويه بقدونس. عندك عيش؟ بقولك عايزين نوريهم عملناه ازاي. وعندي شويه نعناع، شويه نعناع كده فريش، هبدا ان انا افرمهم. تمام، سكينه. هفرم كده شويه نعناع كده اخضر فريش، شويه صغيرين، مش عايزه يعني كميه كبيره عشان مش عايزه يبقى طعمه يعني جامد قوي، عايزه بس اديله نكهه النعناع كده. طبعا لو مفيش فريش ممكن تحطه مجفف، بس الفريش بيبقى حلو جدا اهو كده بالنسبه لي. تمام قوي، هنبدا بقى نحط النعناع. تمام، هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض، الخضار الطماطم مع الخيار مع الكرنب الاحمر مع البقدونس مع النعناع الفلفل، كل الكلام ده كده كله مع بعض. هديله تقليبه يبقى متمكس كويس جدا مع بعض قبل ما احط الدريسنج بتاعه. هاتلي طبق للسلطه كمان يا اسلام اهو، وهبدا بعد كده احط عليهم السماء، هحط عصير الليمون، وطبعا بحط الحاجات دي قبل الاكل مباشره، وبحط كمان دبس رمان، وببدا امكس كده كله تاني مع بعض. السماء مع دبس الرمان اهو كله كده بالشكل ده. هسيب شويه دبس رمان كده زين بيه اهو. بصوا الالوان فظيعه على السفره كده تجنن. هنبدا بقى نقدمها. اهو نبدا كده نوزع السلطه، بنحط زي ما اتفقنا الدريسنج قبل الاكل على طول عشان ما تتبلش معانا، تبقى من الحاجات الحلوه جدا والوانها مبهجه جدا وطعمها في منتهى الجمال. احنا الوقت ايه يا ايمن؟ تمام، تعالوا بقى ايه ننضف كده الدنيا، كل الحاجات خلاص اللي مش محتاجينها كده نرجعها عشان نبدا نقدم السلطه بتاعتنا. هنبدا بقى. بصوا عندي عيش محمص، العيش ده عيش شامي، احنا لفينه رول وعاملينه، يعني كان نفسي يبقى فيه عيش يعني مش متحمر اوريكم، ملفينه كده رول، لفين العيش الشامي رول وعاملينه بخلل السنان ومقطعينه كده بالشكل ده زي سويس رول كده اهو. تمام، طبعا تقدروا تعملوه كده، تقدروا تعملوه عيش محمص عادي، انا قلت يعني تغيير كده يبقى حاجه شكلها لطيف وتقديم مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. حابينه يبقى عيش محمص كده عادي مكعبات برضو تمام بالشكل ده. ببدا ازين كده اهو، اهو
واخر حاجه هبدا ان انا ازين شويه كده ايه دبس رمان في التقديم كده قبل ما اقدم على طول اهو على العيش والكلام ده كله. سلطه لطيفه جدا، شكلها حلو ومبهجه على السفره كده، شكلها في منتهى الجمال.